نهار سعيد على كل مشاهدينا. النهارده عايزين نعمل تمارين نقوي بيها عضلات دراعاتنا وكتفنا. ازاي نقدر نعمل التمارين دي بسهوله؟ هنستخدم دامبلز او اكياس رمل او ازايز ميه نمسكهم في ايدينا عشان تعمل معانا مقاومه. هنبتدي باول تمرين، ظهرنا مفرود، ركبتنا متنيه، هنرفع لفوق، اتنين، نتني قوانا، تلاته، اربعه، خمسه، ستة بالراحة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، هايل. هنطلع للجنب، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ظهري مفرود، ستة، سبعة، تمانية، ايدي لفوق عند ودني، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، دي عشان الدراعات من ورا، تمانية، تسعة، عشرة. هننزل هنا، كتاف لفوق، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، عشر عدات، كفاية ثلاث مرات. هنعيد من الأول، واحد، اتنين، كله بيشتغل معايا صح؟ تلاتة، حاسين دراعاتنا؟ أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة للجنب، واحد، اتنين، في نفس مستوى كتفي، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، ايدي لفوق، قفل على ودني، واحد، ظهري مفروض، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، شد عضلات بطني، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، كتاف، واحد، كوعي 90 درجة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. وكده مررنا دراعات وكتاف ونهارنا سعيد.